اسمها لايف صوت الجهاد. نمشي ولا موضوع آخر. وخلال حضوره في برنامج رسالس اليوم الصباح، أكد عبد الرحمن الهذيلي الناشط في المجال الحقوقي والاجتماعي أنه تم تسجيل العام اللي فات أكثر من 300 موقوف من المحتجين. احنا السنة الماضية اللي واكبنا المحاكمات حوالي 300 أكثر من 300 موقوف، قدرنا في وقت من الأوقات قائمة لرئاسة الحكومة ولوزارة حقوق الإنسان، قدرنا قائمات اسمية في المحالين وعدد الإحالات. للأسف اليوم رجعت اليوم كل الفاعلين الاجتماعيين، يعني ليزاكتور اليوم مستهدفين، وهنالك المحاكمة نتاع الكاف مازالت مستمرة، محاكمة الشباب تجارويل. عندنا محاكمة الشهر هذا الشهر في القصرين، فما محاكمات في جهة سيدي بوزيد. شباب اللي نتحرك نهار استشهاد شكري بالعيد في قصيبة المدوني بعد ما تعدينا الطور الابتدائي والاستلاف وقبل الملف تسكر وقضوا فترة من السجن، النيابة العمومية تعاقب ويرجع الملف للاستئناف في شهر جانفي القادم. فما محاكمة 24 شاب من قصيبة المدوني اللي تحركوا نهار استشهاد شكري بالعيد.